نروح لمحطة بتحبها كل السيدات وكل الصبايا، عالم جميل جذاب، وأيضا هو فرصة لكثير من المشاريع للسيدات. رح نتعرف أكثر بالتفصيل مع سالي وضيفتنا. رح نروح لعندك سالي. أكيد سلمى، وصلنا لفقرتنا اللطيفة اللي مثل ما قلتي كل الصبايا بتحبها، أو عم نخص الصبايا يلي بتحب الأشغال اليدوية المميزة، الهاند ميد والشغلات الإكسسوارات يلي هي بتعتمدها كزينة بس تطلع مشوار من البيت أو فيها تهدي حدا. كيف إذا كانت هالشغلات مميزة ومشغولة بعناية وبروح وبحب؟ كل شغلة مشغولة بحب فهي حتكون جدا جميلة وتفاصيلها جميلة. رح نتعرف عن كل هالتفاصيل، ويكون معنا اكسسوارات عديدة ومتنوعة وشغل حلو مع السيدة أمورة ملاعب. بيسعد صباحك أمورة، واهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي قلبي. اهلا وسهلا سيدي. اهلا وسهلا فيكي. بيسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. اهلين حبيبتي، يسعد صباحك. عم نشوفها قدامنا شغلات كثير مميزة. يمكن نحن كنا عم نحكي تحت الهواء قديش هدول الشغلات هيك بيعطوا جمالية للسيدة، وشو الشغلات هيك اللي بتجذبها، كيف إذا كانت شغلات عن جد مشغولة بحب. خبرينا عن أشغال السنة، هاي السنة وهالصيف بالذات اللي مرق علينا. الفكرة أنا اللي بشتغل عليها بشتغل على الأكسسوارات الهاند ميد بشكل عام، بس هلأ عم حدثها شوي لأنه على ذوق الصبايا الجديدة الحديثة هلأ. تمام. اللي عم تطلع وعلى الطلب، انا شغلي على الطلب. حلو. بشتغل مثل ما انت بتطلبي انا بشتغل. نعم. حلو. نعم. طيب حلو. خلينا نتعرف على مجال حضرتك، يعني مثل ما شايفين اكسسوارات، شايفين شيء له علاقه باعاده التكرير. تمام. وهذا مشروع كثير مهم اليوم، سيداتنا على الاختلاف والصبايا اعمارهم من الصبايا للكبار عم يعملوا اعاده تدوير، عم يستخدموا كثير قصص، احكي لنا شوي اكثر. هلا مثل انا بشتغل على اعاده التدوير، يعني مثل هيدي القصه مثلا بتنحط كثير حلو جذاب على الباب البيت مثلا، حاطه بقلبها عين مع شجره الحياه، وهي كف اصلا يعني كمان طاقه للمنزل وبنفس الوقت. شفتي الالوان سالي، هي اللي كنا عم نحكي عنها اليوم، يعني الالوان المستخدمه، الازرق اللي هو الأزرق ارتبط بموروثنا انه بيصد العين. تمام. حطي قطعه زرقاء بالبيت بتصد. تمام. العين. تمام. قديش حلوه ومميزه يعني. هي ورق، هيدي من الورق، ورق وخشب. حلو. يمكن سلمى تفضلي يا اموره احكي لنا. هلا في عندنا هون كمان الاتامين، قطع اتامين، ما بعرف اذا طبعا الاتامين طبعا هي بنفس الوقت بتصير كمان بروش قلاده، بروش وقلاده، وفي عندنا النحاسيات يلي هي بتنعمل خواتم او قلادات. حلو، شيء حلو مميز جدا سلمى. يعني هيدي القلاده هي يعني بتصلح انه تكون بروش، بروش بنفس الوقت هي بروش قلاده طبعا، وخرج هدية حلوة طبعا بالأخص هلأ هالأيامات هي. عن جد هدية خفيفة. خلينا أيضا نحكي سلمى، في قدامي أيضا خواتم حنحكي نحن أنا وياك وأمورة عنا. تمام. يعني هدول مميزين جدا، ونحاس طبيعي أكيد مثل الذهب، يعني ما بيتغير لونه ولا بيتأثر، بس الحجار اللي حاطتهم بقلبهم ما هن حجار أصلية، لا بس أكسسوار بس حلوين يعني الحجار الاصليين. هو المهم الخام الاساسيه يعني. إيه النحاس كمان له دور بسحب الطاقه السلبيه من جسم الانسان طبعاً يعني. طبعا اكيد. نعم. في عندي هيدي كمان قلاده، هيدي من ورق اعاده التدوير. حلو. وحاطه بقلبها حجر فيروز مصري، مو مبينه على فكره انه. وهيدي نفس الشيء اللي هون عملتيها على مبدا الجعران. أيوه. بسموها. حلوه. في عندنا هذا كمان قلاده من ورق. نعم. كمان من إعادة التدوير. سلمى شوفي كتير حلوة ومميزة. موديل كلاسيك. على فكرة ما بتبين من بعيد إنه هو إعادة تدوير، هاد ورق. لا لا. مع أحجار. مع أحجار إيه. نعم. بس معالجة جيدة ومشتغلة عليه. كيف يعني تشتغليون هدول القصص؟ كله يدوي طبعًا، كله يدوي، ما في مكنة أو قالب أو شيء معين. ورق معالج بقياس معين، مثلًا في عندنا هون 2.5 سنتي، 2.5 ميلي. بنشتغل عليه ومنصير من بنعمله اكثر من معالجه لحتى يطلع بهذا المجال. هذا شغل الصبايا هلا، هذا شغل الصبايا والستات. شو حلوين.
اكسسوارات الوان ثابته، فيهم فيروز، فيهم زيركون. الحلو بالموضوع سالي انه هن اصفر وابيض مع بعض مع الاحجار، يعني شو ما لبست الصبيه بيلبق بيلبق لها. يعني كثير بنات بتحب هذا الشيء، انه انا بحب الذهبي مع الابيض على الحل او فضي على الحل. أم مورا شو رأيك نشتغل هيك شيء هلا على الهواء؟ رح نقيم هدول ونشوف أم مورا كيف حتشتغلنا على الهواء قطعة جميلة، يعني مشان يقولوا إنه الشغل يدوي، ليكو يدوي، حنشتغلوا مع بعض. أوكي، هلا حطبق طوق، وبصراحة هي حدا طلبوا مني. من حظه رح يطلع القطعه اللي طلبها على الهواء. على الهواء. ايه هلا في صبيه على مطالعه صوره على اليوتيوب وطلبتها مني اعمل ليها قلاده لإلها. نعم، عم نشوف سلاسل، يعني سلاسل عريضه اللي هي الموضه سلمى هالسنه اللي بتجي مثل هدول الجنازير، عم تشتغل هلا امورا فيهم، وايضا عم بتعرفي هلا موضه الثلاث سلاسل مع بعض او الاربع سلاسل ابتداء من الاعرض للارفع، وايضا عم نشوف سلاسل رفيعه، يعني شو رايك بهيدي الموضه؟ حبيتيها؟ انا بصراحه بحب الاكسسوار كثير. مشان هيك عم بشتغل على هذا الموضوع، وبنفس الوقت الصبية اللي طلبته ما لقيت منه هون، لقيته على اليوتيوب، عم بعثت لي الصورة، قلت لها اوكي بعمل لك اياها. انا بتسمح لي المخرج بس بما انه عم تشتغل وما بدنا نلبك الدنيا، بس مشان تبين الطاولة، تفضل هيك مشان نعذبهم. هل عندك هدول اللي معك احجار كريمه ومنه بتفرج عليهم؟ يعني اثنين بواحد، بعمل خدمه للمصورين والمخرج وبنفس الوقت بتفرج عليهم انا عن قرب. صحيح. هلا هي الادوات بسيطه جدا، يعني هي هدول مخصوص لهذا الشغل. انت بتجيبي السناسل جاهزه من السوق مثل ما بيقولوا سوق الجمله؟ طبعا يعني السناسل ما بنصنعها نحن، بجيب الطلب اللي بدي اياه، وبنفس الوقت باخذ القياسات من الصوره على الطبيعه وبصير بشتغل عليها. أمورة سؤال صغير، هلا هدول يلي فيهم ذهبي اوكي بيروح لونهم؟ اكيد لا، الوان ثابته. حلو كثير، حتى هذا اللي عم بعمله انه مو معقوله انا اشتغل واتعذب فيه ولبستين ثلاثه يروح موديله. صح مضبوط. يعني كثير هي طريقة سهلة بس بدها شوية حرفية وصبر، يعني هي سهلة جدا أكيد، ما في شيء صعب. يعني أموري قديش لك بتشتغلي بالهاند ميد؟ والله يا قلبي أعطيني مو كثير، اللي صار لي بحدود الأربع سنوات بشكل نظامي. أربع سنوات بس. يا سلمى وهالشغلة الحلو عن جد والراية تماما. يعني ليه حبيتي مدام أمورة انه انت صدفة اجت كل صدفة. القصة صدفة. كان في معرض هاند ميد، كان في معرض عجبك الشغل وهو ورقيات إعادة التدوير، قامت عجبتني الفكرة صرت اشتغل عليها. حلو، من وقتها بلشت فيها واستمرت، حبيتها واستمرت فيها. جميل جميل جدا، يعني سيدة خلينا نقول مثلك لسه لهلا عندها شغف بانها تعطي وتشتغل، قديه حلو قديش انت بتكوني نموذج لباقي السيدات لا يعملوا شيء بحياتهم، ما بتوقف الدنيا ولا الحياة، واللي ما عنده شغل خارج المنزل ما في شيء بوقف. يعني انت نموذج لكتار، قدر حدا هيك ياخذ من تجربتك؟ اكيد طبعا. حلوه الغيره. طب لا بالعكس، انا ما عندي اي مشكله، حتى في صبيه تواصلت معي طالبه جامعه من حلب حلو وشافتني مره على الاذاعه وحبت انه تشتغل هي تنتج من هي القصص. قلت لها ما عندي مشكله، صدقيني انه على التليفون علمتها وصرت ابعث لها قطع وصارت تشتغلهم، واكيد هلا هي بتكون عم تسمعني وبتعرف هذا الحكي. تمام تمام. يسعد صباحها، صباح الخير لكل يلي عم بيسمع ويتابع واللي بحب يتعلم، يعني البني ادم من دون شغف توقف الحياه عنده. صحيح سلام. فهو زواده لنا الشغف بحياتنا. حلو كثير، يعني انت بتحبي الاكسسوار ففتي بمجال الاكسسوار. أيوة. صح مضبوط. لك انا هلا شايفه عم تعملوا على الموضه اللي هو كنت عم تقولي عنه سالي، هلا موضه ثلاث سلاسل مع بعض بثلاث احجام ملزوقين ببعض ولا كل واحد لحال؟ لا هلا بدهم يكونوا اكيد ملزوقين ببعض. حلو كثير. مع بعض الثلاثه؟ يعني بدهم يكونوا بقفل واحد بغلاده واحده.
بطوق واحد. حلو، ناطرة لجربها على رقبتي. راحت اللي موصي عليها. راحت اللي موصي اللي عم تتفرج عليك على حسابكم. تعمل لك وحده ثانيه على حسابكم. مدام اموره، بتتذكري اول قطعه اشتغلتيها؟ اول قطعه اشتغلتها هي برتقليهات. الايتمين. الايتمين لا، برتقليهات الورق، الورق اعاده التدوير. حلو. وعملتهم كدوهات لاولادي، لانه كل واحد مثل ما هو كان بيحب عملت له اياها. شو حلو. اولادك بشجعوكي؟ هلا سناسل عاملينه هيك، بما انه هذا عريض ما راح احط فيه شيء. بينما هذا الثاني هن لحالهم ثلاثه موديل صار. يعني ممكن اموره نحط باخر واحد مو؟ فينا نحط يلي بدنا اياه يا قلبي. هو لحالهم هيك موديل سالي مرتب. هو لحاله موديل هيك مزبوط مثل ما عم تحكي، بس انا بدي فينا نحط حجر بهذا او بدي مثلا بدي احط الحجر الكريم. حجر لا مش كريم، بس عم طلع على قطعه احط لها اياها. والله حلو الفكره، بسيطه جدا يعني، ثلاث سلاسل صارت من قطعه بسيطه بنقدر. من قطعه بسيطه بنقدر نعمل موديل. خليني ساعدك بس بحملانه وانت علقي. ولا يهمك، مشي لحالها مشان يجي. شو دخلتي لها؟ ورقه شجر. هلا دخلت لها زهره ياسمينه. ياسمين زهره الحظ مزوقه. هاي التفاصيل بتبين الذوق والبصمه الخاصه بصمة لكل حدا عم يشتغل. وقد ايه اخذ شغل سلمى؟ حسبتي الوقت؟ 10 دقائق، اقل من 10 دقائق. اقل من 10 دقائق. بس هلا بدي عن جد كثير مرتب. اكابري هلا بدي ناقصني دبوس لحتى احط هذا الحجر. وين الدبوس؟ تعي ندور على الدبوس انا وياك. ما لقيته، يمكنني نسيته. خلص ما في مشكله يعني، ما هي هلا عندي هذا اسمه عين النمر، حجر عين النمر كثير حلو. عين تمام. النمر ممكن تحطه لدخلهم بالاخر وهيك صارت القطعه جاهزه. فينا بس نطلع القطعه ننزلها هيك شوي. ممكن تحطي لها سلسله من السلاسل العريضه كمان بتعطيها. لا ممكن، بس انه هذا كمان بتقلها يعني. هي مدام اموره تدخلها الحجر هذا اصفر بيعطي للذهب كمان جماليه. بتعطي تماما جماليه. سلم هالايدين ويعيشوا ايديكي. يعني عم تشتغلي شغلات مميزه وحلوه. كيف الاسعار؟ والله اسعار هلا ما فيني احكي عن شغلي، بس اسعار عن جد منافسة. كثير منافسه مو شوي. تماما. وفي يعني الحجار الكريمه مثلا اللي عند الصبيه هونيك على سعر التكلفه فقط. حلو. هلا هي احجار كريمه حقيقيه وعامل ومدخلتي لها اكسسوار. طبعا اكسسوار. وهذا كمان اكسسوار بس لونه ثابت. لونه ثابت ما بيروح. لا طيب لا. خلينا نقول شغله، يعني اليوم نحن دائما بنسال عن القطعه اليدوي، وقديش القطعه اليدوي ممكن يكون سعرها، وانه يا ترى تستاهل واحد يحط مصاري فيها او لا، واسئله كثير. طب ما الاكسسوار موجود بالسوق، في اكسسوار بيروح وبيختفي وبينتزع، غير اللي مشغول ب مثل ما نحن شايفين هلا باحجار كريمه او بفكره انت مصممتيها. يعني التصميم لنفسه لوحده له ثمن، يعني انه انا عم صمم شيء انت بدك اياه، رح تلبسه ما في غيرك لابسه. اللي تلبسه يستمر معك. صحيح. يعني خلينا نحكي اليوم المواد الخام قد ايه اسعارها؟ يعني حتى لما نقول مثلا سعر خليني اقول السلسال 10,000، طيب قديش كلفت المواد الخام؟ وبالتالي قديش فعلا هو حاطط قيمه عم ياخذها؟ هلا مثل الاحجار الكريمه هذا طبعا مثله مثل الذهب بينشرق او الفضه على الجرام طبعا نسبه معينه. هلا انا هذول الاحجار اول شغله موجودين عندي، والشغله الثانيه بفيدك وبستفيد انا بنفس الوقت. الحجر عم بيعه ب 10، في الحجر 15 السلسال يعني قصدك كامل. كامل انا اسعار مناسبه جدا. عم بشتغل على فكره انه لما بتلبسي القطعه مو شهر شهرين انك بتضل معك عمر. هي راحت معك ابدي. في عندك هنيك تحت حاطه حجار كريمه كمان صغار اكثر من لون، والفيروز والعقيق والمرجان مع بعض. اموره لابسه من شغلك انت؟ ايه عم بتطلع. في عندي هون لابسه من شغلك والخاتم ايضا يعني. الخاتم هون، الخاتم ولابقين لك كثير. كلك ذوق، كلك ذوق. وفي عندنا هون تبع النظارات. تمام. هي اللي ما حكينا عنها سلمى تبع النظارات. عم بشتغل على فكره تبع النظارات انه تكون كمان من عملية. الاحجار في حجار حلوه كثير ناعمه كمان سلمى، يعني للنظارات الشمسيه الاخر موضه. وفي عندنا هيك عم بشتغل على مبدا فيه الناس بتتحسس.
من رقبتها من السلسال، انت عملت لها جلد من القفا وبتتعلق هيك، ما عادت تعمل حساسيه. كثير حلو، فكره حلوه وجديده. قصدي للشعر تنحط كمان بالشعر. شيء رائع وشيء جميل. هدول الطاقه لشغل الطاقه، هي اسمها عين حورس مثلا، عندنا هون عين حورس، عندك الشاكرات السبعه. شغلات كثير حلوه سلمى، يعني ما بتحتاري، بتحتاري وقت انت تقعدي قدام هالطاوله شو بدك تشتري، لا تشتري بده يكون معك هيك مصاري بس. تسلمي لي، شكرا كلك، ذوق الواحد بيختار قطعه بيكتفي فيها تكون بتناسبه وبتلائم خلينا نقول ستايله وشكله. أكيد. شكرا كثير، بدي اتشكرك. وانا بتشكركم كثير على اللقاء الجميل، حبيبتي، وبدي اتمنى لك التوفيق بجميع مجالات شغلك وعملك، مثال للمرأة الطموحة القادرة على العطاء، على يعني لتنمي أيضا فكر جيل كمان حابب يشتغل هالشغل. الحياة بالعمل. شكرا لكم كثير، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك يا مدام أمورة، ودائما نشوفك هيك كل فترة، نشوفك دائما مع افكار جديده. بلشتي مثل ما قلتي بالورق، هلا صرنا بالاحجار وبالسلاسل وبكثير قصص. الانسان اللي بحب يشتغل بيبقى عم يشتغل على طول. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. الله يعافيك.